فالملابس الشتوية هتبقى على شهر 12 مع اقتراب فصل الشتاء. احنا لسه فصل الخريف بيفصلنا تقريبا شهر ونص او اكتر شوية على البداية الرسمية لفصل الشتاء 21/12. 21 فالفترة دي هنقول بالضبط الفترة دي هنقول الملابس الخريفية لتقل الاطفال شوية، ما بنقولش شتوية كاملة، بس الملابس الشتوية الخفيفة، جاكيت خفيف، الملابس القطنية اللي بتبقى بكم او قطعتين، ده تجنبا لنزلات البرد، لان بالظبط. الفترة اللي جاية هتفضل على طول فترات الليل فيها برودة، خلاص مش هترجع تاني فيها ارتفاع في الحرارة او اي موجة ارتفاع في قيم درجات الحرارة، ايوه. فرصها بتقل الفترة اللي جاية، الاجواء هتبقى اقرب للاجواء الشتوية النص التاني من فصل الخريف، فخلاص نتقل الملابس عن الملابس الصيفية ونتخلى عن الملابس الصيفية تجنبا بس للنزلات البرد. وبرضو تاني ان احنا ناخد معانا جاكيت على ايدنا، جاكيت في الشنطة، جاكيت على كتفنا، يعني عندنا طرق كتيرة قوي ان احنا نقدر ناخد بيها قطعة تانية معانا من غير ما نبوظ الشياكة يعني. لكن في توقعات بتقول ان الشتاء السنة دي يعني داخلة مقوي قلبه شوية اكتر برودة، يعني زي ما الصيف كان حر قوي قوي السنة دي على غير المعتاد السنوات اللي فاتت، برضو الشتاء هيبقى نفس الحكاية. توقعاتك ايه؟ هي التوقعات دلوقتي لفصل الشتاء هتكون غير علميه وغير صحيحه تماما، لسه بدري، احنا لسه شهر ونص او اكتر على البدايه الرسميه لفصل الشتاء، واي توقعات هتطلع دلوقتي هتبقى مش صح تماما، هتبقى دقتها لا تتجاوز ال 10 او ال 15%. بس خلينا نقول ان فصل الشتاء هيكون زي الفصول الماضيه، احنا الاول ما بنربطش الفصول ببعضها، مش معنى ان الصيف جه في ارتفاع في الحراره ان الشتاء هيجي فيه انخفاض شديد او يعني ما فيش مصفوفة معينة أو باترن معينة نقدر إن إحنا نمشي عليها فيبقى عندنا تصور يعني للشتاء اللي جاي. بالضبط، لكن احنا نقول ان الشتاء بس اللي جاي تغير هيأثر المناخ بالأعواد. دلوقتي، يعني دكتور منار دلوقتي بيخلينا ما فيش حار جاف صيفا دفيء ممطر شتاء اللي كنا حافظينها زي اسمنا في المدرسة. دي يعني مقولة لا، اتغيرت الصيف طبعا مع صيف التغيرات والبرد ساعات المناخية. بيبقى فيه أمطار وسيول كتيرة ورياح بدأت ايه من كام يوم. يعني طمنينا، هل يبقى فيه برضو أتربة تانية جاية عشان الناس اللي عندها أزمات صدرية والحاجات دي؟ احنا خلينا نقول بالفعل مع التغيرات المناخيه، المقوله اللي كانت بتقول الصيف جاب حر ده صيفا دفيء ممطر شتاء او مناخ مصر كده، لا المقوله دي اتغيرت، لان احنا بدانا نحس بالفعل بالحراره في فصل الصيف بشكل كبير، بدات الامطار تسقط كمان في فصل الصيف، فاكيد التغيرات المناخيه هتاثر على كل الفصول، ويمكن توقعاتنا لفصل الخريف ان كميات الامطار في بعض حالات عدم الاستقرار تبقى اعلى من المعدلات الطبيعيه نتيجه التغيرات المناخيه، لكن احنا على الاقل اسبوع قدام الاحوال الجويه هتبقى مستقره بشكل كبير، مع نهايه الاسبوع ده هياثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يمكن يسبب فرص الامطار في الاماكن الساحليه ويكون معاه مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، يمكن نشاط الرياح هيقل عن الايام الماضيه، الايام الماضيه بالفعل كان في نشاط الرياح كان معاه بعض الاتربه والرمال تمام. المثاره، هيقل الاسبوع ده بشكل كبير وهنحس معاه بالاستقرار، اللي لازم ناخد حذرنا منه الفتره دي هي نوعيه أيوة. الملابس بشكل كبير، تجنبا بس دي نزلات البرد اللي بقت منتشره بشكل كبير تمام. نتيجه فرق درجات الحراره بين النهار والليل. طب سؤال أخير، متوقعة أول مطرة هتبقى إمتى؟ بالتقريب كده عشان بتفائل بيها قوي. طيب طيب احنا تعبناكي بالأسئلة، نعرف شكرا المرة الجاية. جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الإرصاد الجوية.